من الأعراب شغلت أموالنا وأهلنا فسقمنون إلى أهلهم أبدا وزينا ذلك. والسلام على أشرف المرسلين. وقفنا على بعض الهياكل في القطاع تدشينا مثل هذه المدرسة القرآنية مدرسة الإمام النووي والتي نحيي ونهنئ أهل الحي والجمعية والساكنة وكل قسنطينة بمثل هذه المدارس القرآنية الجميلة الأنيقة الرائقة التي تنم على ذوق وحضارة هذه المنطقة سيرتها العظيمة. وكذلك وقفنا على تدشين بعض المساجد، مسجد الأخضر سيدي الأخضر الذي كان يأمه العلامة الكبير رائد النهضة شيخنا سيد عبد الحميد بن باديس، سيدي عبد الحميد بن باديس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رائد النهضة الجزائرية الوطنية وكذلك المفسر الأول في شمال إفريقيا للقرآن الكريم، والذي فسره في ذلك المسجد 23 سنة. وكذلك المسجد مسجد الأربعين شريفا. ووقفنا كذلك على زيارة مركز الثقافي الإسلامي الذي يعتبر صرحا كبيرا في قسنطينة، سيضاف إلى أمجاد الجزائر في حركة تنموية دؤوبة يرعاها السيد رئيس الجمهورية مشكورا، وتنفذه السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد الوالي.